بسم الله الرحمن الرحيم. كيفكم اليوم؟ إن شاء الله طيبين. اليوم جابت لكم هذه الكبسة هدية هدية لأنها لذيذة بالمرة وسهلة وسريعة وفي صينية واحدة وخلصت القصة، ما يحتاج حتى ممكن تقدمونها في نفس الصينية. هذه هدية للموظفات وللطالبات وللعزوبية، واللي يوم مو على باله يبغى أكلة حلوة ومو على باله يتعب، هذه هي الطبخة. أحلى كبسة تجنن وكلها سهلة، ما فيها لا حماس ولا شيء، وما تفرق عن الكبسة العادية إلا أنها ألذ شوي. ألذ على مسؤوليتي، يعني أنا أقول لكم وأتحمل كلمتي. مغذية وصحية، فيها جزر وفيها بصل وفيها فليفلة ملونة، وما شاء الله تبارك الرحمن الدجاج محمر ومتبل، رائعة يعني حتى للعزائم وللضيوف تعملونها مع باقي الأطباق. طبعا لازم نقدم معاها الدقوس أو السلطة الحارة باردة، يعني كله بالخلاط السلطة. شايفين كيف الرز مفلفل ونثري وحلوة؟ كل أنواع الرز تقدرون تعملونها فيها، مو بس هذا الرز. أنا استخدمت رز عنبر اللي حبته طويلة، بس أنتوا أي نوع رز، أي نوع رز يجي على بالكم اعملوه فيه. المقادير: الدجاج ننقعه بخل وليمون وملح، ونفركه تمام ونغسله ونشفه عشان تروح كل ريحة الزفر من الدجاج. هذه الخطوة مهمة بصراحة، في ناس ما يهتمون بغسيل الدجاج تمام، لما ناكل نحس فيه زفرة. الرز نغسله وننقعه، هذا الرز نغسله، بصل، جزر، فلفل، طماطم، بقدونس، فليفلة حمراء، ثوم، بهارات، كلها تكون مكتوبة عندكم، بهارات صحيحة وبهارات ناعمة. والبهارات بعد على كيفكم، ممكن تزيدون البهارات. الدجاج نشفه شايفين بالمنديل. الحين نخلط البهارات كلها مع بعض. ايش ما عندكم بهارات تحبون على ذوقكم حطوا، كركم، فلفل اسود، فلفل احمر، بهارات مخلطة مشكلة. هذه الطبخة تحب البهارات. انا اقول لكم في طبخات بهارات معينة، بس هذه الطبخة تحب البهارات. نحط الملح، نحط البهارات، نعملها الكمية شوية وافرة عشان حنتبل الدجاج، والنص الباقي حنحطه مع الرز. هذا بابريكا، مهمة البابريكا عشان تعطينا اللون الحلو الأحمر مع الكركم مع الفلفل الأسود والبهارات المخلوطة كاملة، أو سبع بهارات أو بزار اللي عندكم. الحين نفرك الدجاج بالبهارات هذه تمام، نفركها تمام، تعطينا نتيجة حلوة وطعم حلوة، حلو لما نيجي ناكل الدجاج نلاقيه متبل ومبهر، يعني قرفة وقرنفل وهيل ناعم وكمون وكزبرة وكرك وإيش بعد، وفلفل أحمر حار وكاري ممكن تحطون، وإيش ما تحطون الموجود حطوا، وإذا شيء ما تحبونه لا تحطونه، يعني مفتوح الخيارات. أهم شيء إنه نفرك الدجاج تلصق فيه البهارات الحلوة. الحين في الصينية اللي حنطبخ فيها نحط البصل المفروم، نحط الفليفلة المقطعة، الجزر المقطع، الطماطم المقطعة، بقدونس وكزبرة، ممكن تحطون كزبرة بعد، أنا حطيت شوي كزبرة شوي بقدونس، ثوم، كله ني في ني. صدقوني ما راح يبان انه ني في ني، يبان انه احنا قليناه وعملناه كله طعمه، راح يطلع في الرز بعدين يسمع التسبيك ويذوب ويطلع يجنن. نحط البهارات الصحيحه، قرفه، ورق غار، هيل، قرنفل، نقلبهم. نوزعوا في الصينية كذا بالتساوي، حتى لما وزعناه بالتساوي هو لما نحط الموية حيتساوى، يعني ما في مشكلة. نحط فوق الدجاج،
أنا عملت دجاجتين صغار، قطعنا كل واحدة بالنص، ولا ثلاثة ولا صغار ثلاثة بس صغار يعني الدجاج. الحين نحط بينهم الموية، بحيث إنه يغطي الخلطة، بس ما يغطي الدجاج، يغطي الخلطة. حطينا زيت فوق الدجاج، عشان يعطيه لمعان ويعطيه نعومة طبعاً. بعدين نجيب ورق شمع أو ورق زبدة، أول شيء نخلطه مع الألمنيوم، أول شيء نحط ورق الزبدة أو الشمع، وبعدين نحط، شايفين؟ وبعدين نحط الألمنيوم فويل. بس أنا أول شيء أقص الألمنيوم فويل عشان أعرف كم أقطع، عشان ما أقطع كبير. أول شيء أقصه الحجم اللي أبغاه قطعناه، بعدين حطينا ورقة شمع أو ورقة زبدة، وبعدين فوقه الورق الألمنيوم فويل. الحين ندخله فرن حامي 200 لمدة 40 دقيقة أو 50 دقيقة، لازم عشان كل الخضار تذوب والدجاج يستوي تمام. الحين نفتحه، شايفين ما شاء الله تبارك الرحمن ريحته تجنن، تذبح بعد ما فتحناه. الحين نشيل الدجاج هذا بعد ما استوى، نحطه على الصحن، عشان احنا حن الرز بعد ما غسلناه طبعا نقعناه بالموية الرز طبعا نص ساعة ساعة، احسن الرز يكون منقوع يروح النشا اللي فيه ويصير مفلفل والحبة تصير طويلة. الحين نشيل الدجاج حبة حبة، نحطها في صينية او صحن، حنرجعها بعدين، بس الحين عشان نحط الرز ونضبط الملح والبهارات. هذا هو الرز، صفيناه من موية النقع، نحط له باقي البهارات اللي تبلنا فيها الدجاج، وضبط الملح طبعا، نحط فلفل اخضر فلفل احمر، نقلبهم تمام، نحط موية كافية عشان الرز حيسوي يشرب الرز الموية، يعني الموية اكثر من الرز كذا سانتي شوي، هو حيسوي في الفرن وحيكمل سوى على البخار، فما نكثر المويه بعدين يصير هريسه. انتبهوا يعني، انتوا تعرفون عينكم ميزانكم، في انواع رز تشرب مويه اكثر، وفي انواع رز ما يبغى لها مويه كثير، تكمل سوى على البخار. لما نحس ان احنا حطينا المويه المتوازنه، نحط الحين الدجاج، نرجعه الحين باقي البهارات اللي زادت عندي شوية أزيدها، شوي سماق وشوي فلفل أحمر مجروش، عشان نرشها الحين على الدجاج يعطينا لون ويعطينا قرمشة أكثر. هذا هي، نرشها الحين على الدجاج. باقي البهار اللي تبلنا فيه الدجاج وتبلنا فيه الرز اللي باقي عندي، حطيت له شوي سماق وشوي فلفل أحمر مجروش. عشان يطلع لونه بعدين لما نحمره شوية تحت الشواية يطلع لونه محمر وحلو. وطبعا طعم، مو بس يعني لون، حتى الطعم يطلع أحلى. لما نحطه نضغط عليه بإيدنا عشان يلصق. الحين نرجع نحط ورق الشمع ونحط الألمنيوم فويل، نرجعه الفرن نص ساعة بالضبط، إلا هو ما شاء الله مفلفل ويجنن، والحرارة 200، نص ساعة خلاص يشرب كل الموية ويتفلفل والخضار تذوب، وأحلى كبسة
وكبسة صحية، وانتوا عاد لا تنسون اللايك والشير والسبسكرايب. كل يوم تعالوا.